وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم أعذها من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم استرها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولقنها حجتها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عن يمينها نورا وعن شمالها نورا ومن أمامها نورا ومن فوقها نورا ومن تحتها نورا حتى تبعثها آمنة مطمئنة في نور من نورك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنها جاءت ببابك وأناخت بجنابك فجد عليها بعفوك وغفرانك وإحسانك. اللهم إنا رحمتك وسعت كل شيء وهي شيء فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها. اللهم اعف عنها فإنك أنت القائل